من أطول الأظافر إلى أطول رجل في العالم. هؤلاء الأشخاص المذهلين الذين يملكون مواهب مميزة وصفات جسدية فريدة. سنستعرض في هذا الفيديو أشخاص دخلوا موسوعة جينيس بأعضاء الجسم الأكثر غرابة. أقصر امرأة تعيش هي جيوتي أمجي من ناجبور، الهند، مواليد 16 من ديسمبر 1993. قياسها 62.8 سنتيمتر، 24.7 بوصة. في 16 من ديسمبر 2011 تم قياس في عيد ميلادها 18، مما يجعلها مؤهلة لتولي هذا الرقم القياسي من بريجيت جوردن. كانت جيوتي أم جي قد حملت سابقا لقب أقصر مراهقة أنثى تعيش. مرونة الجلد. جاري ترنر من المملكة المتحدة شد جلد معدته إلى طول منتفخ يصل إلى 15.8 سنتيمتر، 6.25 بوصة. ربح الرقم القياسي للبشرة الأكثر تمددا في العالم في عام 1999، وظل في القمة على مدار 20 عاما الماضية. أطول أظافر اليدين للإناث. ديانا أرمسترونغ من الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ قياسها 1.356 سنتيمتر، 42 قدما 10.4 بوصة. تم التحقق منه في مينيابوليس، مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، في 13 من مارس 2022. لم تقص ديانا أظافرها منذ عام 1997، وليس لديها أي خطط لقص أظافرها. كرست أظافرها لابنتها التي توفيت بشكل غير متوقع في سن 16. كان الاثنان يقومان بغسل أظافرهما معا، لذلك اختارت ديانا عدم تقليم أظافرها كطريقة للحفاظ على ذاكرة ابنتها قريبة. يستغرق ما يقارب من 5 ساعات وأكثر من زجاجة واحدة من طلاء الأظافر لطلاء مسمار واحد. أطول شارب للذكور. رامسن شوهان من الهند، ويبلغ قياسه 2.14 متر، 7.02 قدم. تم التحقق منه في مجموعة لوشو دي ريكورد في روما، إيطاليا، في 4 من مارس 2010. أوسع فم غير ممتد. فرانسيسكو دومينغو يواكيم من أنغولا، أكبر فم يبلغ طوله 17 سنتيمتر، 6.69 بوصة. تم قياسه على مجموعة لوشو دي ريكورد في روما، إيطاليا، في 18 من مارس 2010. أطول أنف لشخص حي ذكر. محمد أوزيوريك من تركيا، قياسه 8.80 سنتيمتر، 3.46 بوصة. تم تحقيقه في أرتفينا، تركيا، في 13 من نوفمبر 2021. لم ينمو أنفه منذ أن تم قياسه لأول مرة على مجموعة لوتشو دي ريكورد في روما، إيطاليا، في 18 من مارس 2010. أطول رجل. سلطان كوسن من مدينة ماريدين في تركيا، ولد في 10 ديسمبر 1982. طوله يبلغ 251 سنتيمتر، ووزنه 137 كيلو غرام. كما أنه صنف أيضا بصاحب أكبر يدين في العالم، حيث أن يده تبلغ من المعصم إلى نهاية الأصابع 27.5 سنتيمتر. وكان نموه طبيعي إلى سن 10، بعد اكتشاف وجود ورم مسبب لنموه الغير الطبيعي خلف عينيه، وخضع لعدة عمليات، لكنها لم تكن ناجحة، وطوله بدأ بالنمو دون توقف، إلى أن استطاع الأطباء بإخراج الورم في عملية عام 2008. أبعد فرقعة مقلة العين أنثى. كيم جودمان من الولايات المتحدة الأمريكية،
تستطيع تحريك مقل عينيها إلى بروز 12 ملم 0.47 بوسط خارج تجويف العين. تم قياس عينيها في أسطنبول، تركيا، في 2 نوفمبر 2007. قياس فرقعة هو علم دقيق يجب أن يقوم به أخصائي البصرية باستخدام جهاز يعرف باسم مقياس كروبتوميتر. متوسط 3 قياسات يعطي النتيجة النهائية. أكبر قدم لشخص حي ذكر جيسون أورلاندو رودريغيز هرنانديز من فنزويلا. قياس القدم اليمنى 40.55 سنتيمتر 3.96 بوصط، والقدم اليسرى 40.47 سنتيمتر 3.93 بوصط. وتم قياسها في بارك سان بول بوفايس فرنسا في 3 يونيو 2018. يحتاج إلى أحذية كبيرة خاصة مصنوعة خصيصا له في ألمانيا، وفقا لما قاله جورج ويسلس الذي يصنع أحذية مخصصة للعمالقة في جميع أنحاء العالم. فإن جيسون بحاجة إلى حذاء أوروبي مقاس 69. تعدد الأصابع. ديفيندرا سوثار من الهند. أكبر عدد من أصابع اليدين والقدمين شخص حي هو 28، لديه 14 إصبع يد و14 إصبع قدم. تم التحقق منها في هيمتنغر، بوغاراتي، الهند في 11 نوفمبر 2014. أكبر تثاؤب بالفم ذكر إسحاق جونسون من الولايات المتحدة الأمريكية. يبلغ أكبر تثاؤب بالفم قياسه 10.196 سنتيمتر 4.014 بوصط. تم التحقق منه في ميلانو، إيطاليا، في 22 فبراير 2022. أقصر رجل على قيد الحياة. أفشين إسماعيل غادر زادح من إيران. بلغ قياسه 65.24 سنتيمتر 2 قدم 1.68 بوصط. تم التحقق في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في 13 ديسمبر 2022. أطول لحية على شخص حي ذكر ساروان سين من كندا. يبلغ قياس أطول لحية 2.495 متر 8 قدم 2.5 بوصط. تم التحقق لأول مرة خلال برنامج لوتشو دي ريكورد في مدينة روما، إيطاليا في عام 2010. أطول رموش يوجي نيشيا من الصين. طول أطول رمش لها يعادل 12.4 سنتيمتر في الجفن العلوي من عينها اليسرى. حققت الرقم القياسي لأطول رموش في العالم في 26 يونيو 2016. لم تقم بقص رموشها حتى يعادل طولهم 20.5 سنتيمتر، وذلك في آخر مرة تمت عملية قياسهما في مايو 2021 محطمة بذلك رقمها القياسي. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة.